تعلن مؤسسة روانجا في حفل تكريم ختامي عن نتائج مسابقة جوائز روانجا لعام 2021، حيث يتم تكريم الشباب في 10 مجالات مختلفة بحضور العديد من الفنانين والشخصيات المحلية والدولية، مع تقديم العديد من العروض المنوعة والممتعة. التاريخ 17 من شهر تشرين الثاني 2021. المكان قاعة المسرح الوطني في بغداد. الوقت 4:30 عصرا، والدعوة عامة للجميع. جوائز روانجا، ارسم مستقبلك.